بعده عشان نشيل دي. دي بقى فين لونه بقى عامل ازاي؟ ده كل ده ولسه ما حطيناش الشطه كلها. انا بموت، انت كرهتني في الاندوم. دوم 40 كيس اندومي حار نار. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين. كل دي كياس اندومي وما كفتش الحله، ولسه متبقي معانا يجي 6 كياس هنا، وده الملح والشطه بتاعهم، ودي الاكياس اللي احنا خرجناها، بس الحله مش مكفيه اكبر من كده. ودي اول حله ميه معانا اهي، هنحط اول حله ميه. دي اول حله اتحطت ولسه ما جبتش الميه. وادي الحله الكبيره شويه، ونشوف هتجيب الميه تملى الحله ولا لسه. مش هتتغطى يعني، حتى بالضغط ممكن تتغطى بالضغط، بس هنوريها لكم بس قبل ما نغطيها. وادي الميه طالعه لحد فين، يعني الحمد لله الحلتين دول جابوا اللقطه دي، كميه كويسه. هنغطي بقى ونشوف هيحصل ايه، وننتظر بقى الانتظار لحد ما يستوي. ودي مرحله تفضيه الحاجه، هنشوف هنعرف نفضيها ولا لا. تعالى اما نشوف استوت ولا لا. اوووش حادثه صغيره، حادثه صغيره. انا متحمس اشوف مين هيكسب التحدي ده. انا عايز اتنين يشيلوا معايا قوي. يا رب قوي يا رب. يا خرابي يا نهار ابيض، شايفين المايه هنا؟ لسه هنملى دي كلها شوربه. اهلا، عايزين نفضي المايه من هنا لهنا، ونطلع الاندومي نكب بقيته هنا. فحوار حوار يعني، فربنا يستر للاخر. اللي خايف على نفسه يبقى بسم الله، اللي خايف على نفسه يبقى نهار ابيض. بس خلاص طلع ده بقيته من هنا. ايوه ما هو اتعمل استوى خلاص. الرجاله مش قادرين يصبروا، اصبروا بس اما نحط الشطه اكلكم كله. وهناخد بقى الباقي اهو اللي احنا كنا بنفضيه نحطه هنا. وكده شايفين قد ايه حله، ودي الشوربه قد ايه. كل الشوربه دي بقى هنرميها، نشيل دلوقتي الشوربه ونحط التوابل هنا ونقلب بقى. نشيل دي نحطها، ابعدوا بقى ابعدوا عشان نشيل دي. دي بقى يا نهار ابيض، حادثه كبيره قوي دي. انا ده اتلسعت عشان الحق دي. هي دلوقتي كانت عامله توازن على الترابيزه، فلما دي جت هنا التوازن اختل. فهمتوا ولا مش فاهمين حاجه؟ انا كمان مش فاهم. احنا هنشيل الاندومي الاول والشوربه تتكب عليكم، اتفقنا؟ امسك الترابيزه، امسكوا انتوا الترابيزه بس خلي بالكم من نفسي بس كده. نحطها ورا هنا. دلوقتي المرحله الثانيه اللي احنا نفضي الاندومي. بسم الله. 40 كيس هتموتوا النهارده يا سوسو. هنقعد نحط بقى الشطه على الاندومي. شايفين الشطه عامله ازاي؟ شايفين لونه بقى عامل ازاي؟ ده كل ده ولسه ما حطيناش الشطه كلها. شطه لسه، بصوا قد ايه اكياس كمان. ده لسه هنقلبه وهتبقى ليلتنا زي الفل. هقلب كل دوت. شايفين ايدي بقت عامله ازاي بس من التقليب؟ هنعبي لكل واحد طبق عشان نبدا التحدي. كل واحد قصاده طبق قد ايه؟ طبعا هو لونه احمر، بس انتوا دلوقتي هو ما تقلبش كويس، في ما تقلبش كويس وفيك تقلب كويس. كلهم قدامهم اهو. انا عن نفسي كلت معلقه بقى هيولع. فريق دوت ضد الفريق ده اهو، ماشي 5-4. ابداوا يا رجاله ابداوا. اخر فريق هيخلص طبق هو حر. علم يوسف، شعرك ايه وانت بتاكل؟ شعرك ايه؟ ايه؟ يوسف شعرك ايه؟ يا رجاله المهم مفيش حاجة اسمها مش قادرة أكمل. اللي هيخسر هنرش عليه بالرش ده اهو، وهندوله في وشه. بتعملوا ايه؟ جنب بتحط لي يابا. بتحط لك يابا؟ ماليش فيه كله. آخر فريق هيخلص فيهم هو اللي هيخسر، والفريق اللي هيكسب ليه مكافأة عندي جامدة يا رجالة. شعرك ايه وانت بتاكل؟ أنا هولع، أنا هموت. أنت إيه؟ أنا راجل. أنت راجل؟ أيوه راجل. وأنت؟ أنا جبت آخر. أنا مش قادر. سحبت أول واحد. مين اللي بيحط له والله؟ إيه؟ مين اللي بيحط لي؟ مين حط لك؟ بدي دي. هساعدك بالمعلقة ماشي؟ توقعني يا رجالة. أنتوا عاملين كده؟ أنتوا عاملين كده ليه؟ انزلي خلي حد يقلع عليها زيت مية. وأنت يا رجالة؟ زيت مية برضه. أنا عايز وشك كده ليه؟ ايه؟ هموت. انا بموت. انا بكره الاندومي. انت كرهتني في الاندومي. الفريق اللي هيخلص اللي قدامه الاول هو اللي هيكسب. طب اقول لكم اللي هيكسب بقى وحل التحدي. اللي هيكسب هياخد 100 جنيه. الفريق اللي هيكسب هياخد 100 جنيه. يلا. خد يلا سيبك من الديك دلوقتي. بيلهيك بيقول لك الديك بيموت وتقوم رايح جاي وراه. اتسحبت؟ اول واحد اتسحب. بس 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 خلاص. الفريق ده اللي كسب خلص قبلكم بكتير. واحد من عندكم، اتنين من عندكم اتسحب. انتوا اللي كسبتوا خلاص. خلصوا دوم عشان تاخدوا الفلوس. بتعملي كده؟ انت بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ هاجر اعتزلت وعاقبت نفسها قبل ما اللعيب يبدا. لو الفريق ده خلص
هيكسب. ما عادش بقى له هنا من ثلاثة اتسحبوا. شايفين الماء ده على الارض؟ ما عدلكوش الا الشوا دول. اصبروا يا فصلوا اصبروا. يلا 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 اوعى تخش. خش خش مبروك عليكم. خلصوا ازاي يا مصابين؟ ايه ده؟ ايه ده الارض دي؟ يا نهار ابيض عليكم. ايه ده؟ حرام ولا مش حرام؟ الفريق ده اللي كسب وانتوا الاثنين اللي ما انسحبوش. الثلاثه اللي انسحبوا بس هم اللي اخذوا. بس كده بس كده. واني تعال تعال. انت مستعد؟ اه خد. انا 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 مستعد. عايزه فين؟ انا يا بلا. يلا دوم رجاله هيتحسبوا من المكسبين. لو عجبكم اللبن في الكومنتات انا هجيب لهم لبن عشان انا حاسس بيهم. وهنروق الدنيا زيبه. شايفين الدنيا زيبه ازاي؟ الدنيا زيبه 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 زيبه. شوف الفيديو دوت كان برضه فيه تحدي اندومي وكان اندومي فيه كمان مش بس. حلوين الدنيا. يلا يا اخي.